ورشة صغيرة يحاول أصحابها الالتفاف على الحصار الذي يفرضه النظام السوري على الغوطة الشرقية. بأدوات ومستلزمات بسيطة أوجدوا بعض مشتقات الطاقة التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية. أول مرحلة منزيل البلاستيك منحطه بالحلة منطبخه لمدة 4 ساعات، بعد 4 ساعات بيطلع سائل. أول طبخة منستخرج منها الغاز، والطبخة الثانية المرحلة الثانية منستخرج البنزين والمازوت من بلاستيك دبجانات أو خزانات أو كراسي أو أي بلاستيك شغالة. توفير المحروقات لأهالي الغوطة الشرقية أو لبعضهم على الأقل تسهم في تخفيف ارتفاع الأسعار التي تشهدها الغوطة جراء منع النظام دخول أي مواد إليها. هون تقريبا الحكي أكل معنا شي 3 ساعات 3 ساعات ونص، من جي موصولة هيك على القنبراسور، من القنبراسور بشغل وعلى القنينة منعبيها. القنينة بتقريبا تقعد معنا من 6 ل7 ساعات، أوقات بتشطح للعشرة. يسعى النظام جاهدا لسد منافذ الحياة عن المحاصرين هناك، إلا أن الحصار على أهالي الغوطة الشرقية رسخ قاعدة الحاجة أم الاختراق.